كرة طويلة إلى جانب عبد الله جابر. عبد الله يحاول، عبد الله يلعب الكرة مقطوعة من المدافع عبدينيو، وجول. جوناثان يسجل هدف الشخص الثاني في مشوار البطولة، والهدف الثاني سجل في شباك ماليزيا، ويسجل اليوم بالدقيقة 18 من عمر المباراة الهدف الثاني. جوناثان، اللاعب جوناثان زوريلا يسجل الهدف الثاني للمنتخب الفلسطيني. جوناثان، شوف الكرة الملعوبة، وجوناثان زوريلا يسجل الهدف الثاني للمنتخب الفلسطيني. قلنا إمكانيات هذا الفريق معدومة، معدومة جدا، يعني كل ما يلعب المنتخب الفدائي بهدوء كل ما يزيد غلة من الأهداف، وقد يسجل مهرجان من الأهداف في لقاء اليوم الثالث. كرة ملعوبة خطرة، جول جول. جوناثان، جوناثان يسجل الهدف الخامس. جوناثان، جوناثان زوريلا يسجل هدف الشخصي الثاني والخامس في المباراة بالدقيقة 66. شوف الكرة يلعبها، تمر على يسار الحارس راموس، ويسجل الهدف الخامس، خامس أهداف المباراة عن طريق اللاعب جوناثان اللي سجل الهدف الثاني بالدقيقة 18. خمسة أهداف منتخب فلسطين، لا شيء منتخب تيمور. كان بإمكان الحارس أن يردها لكن مرت.